The top United Nations court on Thursday ordered Israel to take measures to improve the humanitarian situation in Gaza, including opening more land crossings to allow food, water, fuel, and other supplies into the war-ravaged enclave. The International Court of Justice issued two new so-called provisional measures in a case brought by South Africa accusing Israel of acts of genocide in its military campaign. ولا الشعب شبع منها كل شيء الشعب محروم منه أطفالنا صار عندهم فقر دم صار بناتنا الصبايا يمشي يقعد من طولهم في بنوك تصرف رواتب موظفين المواطن بلا مؤاخذة نفسه يشتري كل حاجة ويعبي بيته أو يعبي ثلاجة وكل حاجة في نفس الوقت البضاعة غالية فعلا غالية على التجار وغالية على اللي بيجيبها الله يكون لهم معين وبنفس الوقت المخزن المواطن ما معه فلوس عفوا يشتري بقى يمون ثلاجته ولا يمون بيته ولا يمون اسرته. انا متنازع لهان فرفع تقريبا 5 شهور مساعدات ما اخذتش، تاخذ كابونه بتكفيك اسبوعين وفيش بتكفيك اكل وشرب. المعيشه كمان غاليه. والاسعار قله المصاري مع الناس، يعني اللي كان معه 1000 شيكل و2000 شيكل صرفهم بالفتره هذه. احنا بنعيش في ظروف سيئه جدا بالنسبه للمساعدات اللي بتوصل، يعني مساعدات شحيحه بقد الاحتياج اللي احنا بنحتاجه.